تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضاري الثاني بأمن ولاية تيبازا من توقيف شخص يحترف تزوير الأوراق النقدية من العملة الوطنية. العملية جاءت بعد ورود معلومات لذات العناصر تفيد بترويج أوراق نقدية من العملة الوطنية من فئة 1000 دينار جزائري، أين تم تفعيل العمل الاستعلاماتي الذي أفضى إلى إيقاف شخص يبلغ من العمر 20 سنة ينحدر من ولاية تيبازا بسد ترويج ورقة نقدية مزورة وطرحها على التداول بأحد المحلات التجارية، بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازا بعد الإذن بتفتيش مسكن سالف الذكر تم حجز ما يلي: 109 ورقة منسوخ عليها أوراق نقدية فئة 1000 دينار جزائري، جهاز إعلام آلي محمول، آلة طابعة مزودة بجهاز سكانر، 160 قصاصة ورقية بيضاء مهيئة على شكل أوراق نقدية، حزمة أوراق بيضاء، 4 أوراق نقدية من فئة 1000 دينار جزائري مزورة.